بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. إن شاء الله النهاردة عندنا حلقة مميزة، حلقة فيها موضوعات مهمة جدا، وأيضا كمان هيكون ضيفنا النهاردة في الجزء الثاني من برنامج الأشبال الكابتن سيد بازوكا نجم الإسماعيلي ونجم الدراويش. كابتن سيد بازوكا تاريخ كبير في الكرة المصرية وأيضا مع فريق نادي الإسماعيلي، محدش يقدر يزايد على حب الكابتن سيد بازوكا لنادي الإسماعيلي، ودايما اراؤه مهمه، هيكون ان شاء الله ضيفنا في الجزء الثاني. منذ ساعات قليله انتهت مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني بخساره النادي الاهلي خارج الديار 1-0. طبعا النهارده النادي الاهلي كان بيلعب في ظروف صعبه، درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه، مش متعود عليها لاعبي النادي الاهلي. ولكن واحنا هنا في قناه الاهلي واحنا بنعدد الاسباب، اكيد هنحط اسباب الحراره والرطوبه اخر الاسباب. النهارده كان في اخطاء في المباراه، اخطاء في بدايه المباراه وكمان في الشوط الثاني. لكن النهارده انا على المستوى الشخصي اللي ما عجبنيش النهارده بدايه المباراه. دايما بدايه المباراه بتكون بدايه مهمه، بتدي للمنافس او اللعيب اللي قدامك انا النهارده جاي اكسب خارج ملعبي. فالنهارده بدايه النادي الاهلي ما كانش فيها القوه، ما كانش فيها النديه، ما كانش فيها الالتحامات، وما كانش فيها الإصرار، ما كانش فيها العزيمة. ودايما المباريات أو بداية المباريات بتكون مهمة. الحاجة الثانية والحاجة المهمة، النهاردة موسيماني لعب بثلاثة ارتكاز في وسط الملعب، حمدي فتحي، ديانج، وكمان أكرم توفيق. الثلاثة بلغة الكرة الثلاثة شبه بعض، بمعنى أن الثلاثة يعني بيقوموا بالدور الوظيفي في الملعب شبه بعض. ما عندكش اللعيب النهاردة اللي يديك عملية الاستحواذ على الكرة أو السيطرة على الكرة. بالرغم إن احنا شفنا ثلاثة في وسط الملعب وقلنا النهاردة ده هيديك قوة في وسط الملعب في النواحي الدفاعية، لكن للأسف الهدف اللي جه النهاردة في مرمى محمد الشناوي، وبالمناسبة هدف لا يسأل عنه محمد الشناوي، هدف صعب جدا على الشناوي أو أي حارس مرمى تاني. النهاردة لعيبة سيمبا يعني بيباصوا على ال 18 بكل سهولة، مفيش ضغط. النهاردة الضغط اللي بيتم من لاعبي وسط النادي الاهلي ما كانش موجود في اللعبه دي، علشان كده الراجل النهارده سدد بكل سهوله على محمد الشناوي وراح في نقطه صعبه جدا، نقطه يستحيل على اي حارس مرمى ان يجيبها. دي النقطه اللي ما عجبتنيش النهارده، عمليه الضغط في وسط الملعب، وايضا عمليه بدايه دخول المباراه، ودايما الدخول المباراه بيديك الافضليه دايما. الحاجه الثانيه برضو والحاجه المهمه وانت بتلعب خارج ملعبك، حتة الشراسة الهجومية، إن يكون ليك تواجد هجومي بشكل كبير. شفناه في البطولة السابقة، شفناه أمام الهلال السوداني، شفناه أمام سان داونز خارج ملعبك، شفناه أمام الوداد. النهاردة كان في تراجع هجومي شوية من لعيبة النادي الأهلي، ومفيش الأنياب اللي بتكشر بيها في الخط الأمامي إلا في آخر المباراة. ممكن نتكلم في آخر أربع دقايق، يعني كورة لأليو ديانج لعبها بدماغه كانت فرصة خطر، الكرة التانية برضو لمحمد شريف اللي سددها اللي عملها له مروان محسن. فدي اللي كانت الفرص الخطر على النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي النهاردة للأمانة ما قدمش النهاردة ما يستحق على التعادل أو الفوز. بالرغم أن سيمبا لو النادي الأهلي كان عنده إصرار شوية من بداية المباراة كنا ممكن نطلع بالثلاث نقاط. دايما شخصية البطل بتظهر في المباراة اللي بره ملعبك، شفناها في النسخة اللي فاتت واحنا كنا بنشوف النادي الاهلي خارج ملعبه، بنقول النادي الاهلي البطوله دي هتكون من نصيبه. الرساله بتيجي من المباريات اللي بره ملعبك مش المباريات اللي داخل ملعبك. وهكرر واقول شفنا مباراه سان داونز، شفنا مباراه الهلال، وشفنا مباراه الوداد، ثلاث مباريات عملها هي نفس اللعيبه، هي اللي عملت المباريات الكبيره دي.
أهلا بحضراتكم من جديد. عايز أروح مع حضراتكم لقضية مهمة، قضية مهمة جدا، وهي تأجيل مباريات الناشئين والبراعم إلى الأول من إبريل. في جواب راح للمناطق كلها من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجواب ده اتبعت من المناطق لجميع الأندية بعد ما كانت الدوريات كلها في البراعم والناشئين والجمهورية كلها منتظمة بشكل رائع. مرة واحدة المباريات كلها توقفت، بيقولوا تأجيل المباريات لأول إبريل. طيب معناه إيه أول إبريل؟ يعني معناه كده إن مفيش خلاص مسابقات، مسابقات انتهت عند 1 إبريل. النهاردة من الصعب لما يكون رمضان في نص إبريل، والنهاردة هرجع أستكمل المباريات مرة أخرى في أول إبريل. طب هلعب الماتشات إمتى؟ هل في مباريات للناشئين في رمضان اتلعبت قبل كده؟ مفيش. فهو كده بيجملوا الصورة إن إحنا بنقول بنلغي المسابقات بس بندرج القرار مرة واحدة. يعني هو ما كانش فيه داعي إن إحنا أصلا نلغي مسابقات الناشئين، خاصة إن إحنا شفنا يعني مصر نظمت كأس العالم لكرة اليد بشكل رائع. خلاص الناس تكيفت على وضع كورونا، خلاص بقى في إجراءات احترازية في جميع الأندية وفي جميع المسابقات، وبدأت الناس تتماشى مع الوضع الموجود. فإحنا النهاردة قرار التأجيل ده ما يستدعيش. النهاردة بنشوف وزارة التربية والتعليم عودة المدارس مرة أخرى، المدارس رجعت الأسبوع ده والمدارس رجع الأسبوع اللي جاي. طب إحنا النهاردة ليه بعد ما خدنا خطوات مهمة جدا في لعب الدوري وفي تنظيم البطولة ليه نقف؟ النهاردة هل يعقل إن النهاردة مسابقات الناشئين تتلعب في شهر 12، تتلعب شهر أو شهرين بس وترجع تقف مرة تانية؟ طيب السنة الجاية المسابقات بتتلعب إمتى؟ بتتلعب في شهر 11 وإحنا في شهر 2، هل من المعقول إن يتم إيقاف المسابقات 8 شهور؟ هل دي كلها أسئلة؟ هل ده كله في صالح الرياضة المصرية؟ هل ده في صالح منتخب مصر 2003 و2006 اللي بيتم تجميعهم دلوقتي الكابتن مؤمن سليمان والكابتن محمود جابر، ولا النهاردة إن يكون في دوريات شغالة، في لعيبة شغالة علشان يقدر ينتقي اللاعبين المميزين لمنتخب 2003 و2006؟ طيب هل يعقل النهاردة مواليد 99 وهو آخر سن ليه السنة دي في الناشئين في الأندية النهاردة ألغي المسابقة بتاعته؟ طب الجيل ده هيروح إزاي الأندية السنة الجاية؟ هيتم اختياره إزاي وأنا بوقف له المسابقة وبلغي سنة من حياته في الكورة؟ دي كلها أسئلة وحاجات مهمة جدا. يا ريت قبل أي مسؤول ما يقول قرار التأجيل أو قرار الإلغاء لازم يكون دارس الموضوع بشكل كبير. طيب ده من الناحية الفنية. طب من الناحية المادية بقى، النهارده المدربين الموجودين في الانديه وموجودين في الاكاديميات، مدربين البراعم ومدربين الناشئين ومدربين الانديه، هل النهارده هيتقاضوا اجورهم وفلوسهم خلال الفتره اللي جايه، ولا الانديه النهارده هتقول لهم النهارده الدوري وقف خلاص انت مالكش مستحقات عندي؟ بالمناسبه النادي الاهلي ما فيش الكلام ده، النادي الاهلي في ظل جائحه كورونا والعالم كله توقف كان كل عمال النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي في قطاع الناشئين والموظفين والاداريين واللاعبين كلهم بياخد مستحقاتهم كاملة، بس أنا بتكلم النهاردة على الأندية الأخرى، فعلشان كده كان لازم بيكون في دراسة قبل إصدار قرار بتأجيل المسابقات إلى الأول من إبريل. نروح نشوف ونسمع التقرير ده مع واحد من مديرين قطاع الناشئين، يعني قطاع الناشئين بإنبي، الكابتن محمد إسماعيل، وله رأي مهم في هذه القضية. والله طبعا انا يعني هي المشكله ان احنا في البدايه اساسا الموضوع ما كانش متاخد، ان انت بدايه كورونا ما جت قال لك الغاء تام عشان حفاظا على الاولاد و وكلنا كنا مع القرار طبعا. الموضوع بقى صعب السنه دي بصراحه، انا مش لاقي ليه معنى كبير قوي بالنسبه لي يعني، لانه وارد يكون في امور انا مش عارفها طبعا، بس بالنسبه لي انا مش شايف ده، لان انت القرار طلع ان انت في تدريبات شغاله، فمعنى ان التدريبات شغاله يعني كل حاجه بتتعمل ما عدا ال 90 دقيقه بتاعت المباراه. ممكن نقول السفر ممكن بس النقطه اللي ممكن تكون تايهه عن البعض برضو ان احنا اوريدي بقى عندنا تعايش مع كورونا. احنا كلنا كل الانديه سواء اهلي انبي زمالك كل انديه مصر حتى مراكز الشباب بقى عندها القدره التعايش مع كورونا. احنا عندنا في النادي هنا لازم يخش بالكمامه يقيس الحراره، الولد الدكتور بيتابع الولد لو عنده كده ما يجيش، فاحنا بقى عندنا نوع من التعايش لان مش هنقدر البلد مش هتقفل. فما ينفعش بعد انا ما اتمرنت وبقى عندي وعي كافي ان انا اتعامل مع كورونا تقول لي الغاء. لو انت طلعت القرار وقلت لي ايقاف النشاط
هرفع لك القبعه وانت حر عشان شايف ان في خطوره على البلد، انما انت كل حاجه شغاله الا المسابقه. فوجئنا بحاجه ثانيه، ان في جواب طالع من وزاره الشباب والرياضه ان في مسابقات ممكن تستكمل اللي هي عشان الحافز الجماعي للطلاب، ودي حاجه كويسه الوزاره فكرت فيها بصراحه، شابوه يعني، لان مصلحه الاولاد. بس طب احنا هنعمل المسابقات اللي هي بس للطلاب بس؟ طب بقيه المسابقات ما يعني؟ فانا بصراحه مش عارف القرار اتاخد ليه وعشان ايه؟ هل لمصلحه الكوره؟ طب احنا عندنا دلوقتي منتخبين، عندنا 2003 و2006، وادينا شفنا الكارثه بتاعت المنتخب 2001 يعني باد لك، بس في النهايه شكلنا كان وحش. طب انت دلوقتي انت كده الكوره المصريه شكلها، والولد لو انت مش حاطط له دافع ومش حاطط له حافز، انت بتربي لعيب كوره، انت عايز تعلمه يبقى ليه هدف. انا دلوقتي همرنه هدفه ايه؟ صدقني والله 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 زي ما حضرتك كده بتقول ان انا بنافس على البطوله، بس احنا هنا في النادي طول الوقت متعودين احنا المكسب الحقيقي عندي كام لعيب في منتخب مصر. طب مع احترامي للكابتن محمود جابر والكابتن مؤمن سليمان، الناس دي هتختار ازاي؟ يعني هتختار ازاي؟ يعني هو ينفع يختار من ده لسه منتخب بيعده قدامه سنتين واللي قدامه ثلاثه، فانت لازم يبقى عندك بطوله وبطوله قويه عشان الراجل يتابع، عشان تقدر تطلع لعيب. فاحنا هنا انا بحفزه اقول له لازم تبقى في المنتخب، لو طلعت المنتخب هديك كذا، لو عملت كذا. طب ده مش هيحصل. طب حتى المسابقه سيبك من اللعيبه المميزه، حتى المسابقه اللعيب اللي انت شايف ان هو لعيب كويس بس عايز يتطور، هطوره ازاي؟ يعني انا هرجع تاني اقول لو انت خدت القرار بايقاف النشاط عشان البلد في كورونا، اوكي كلنا مع اي قرار تاخده، انما انت بتوقف المسابقه. هنقول ان القرار اتاخد عشان مرتبات والكلام اللي بيتقال برضه حاجه تحترم، بس خلاص احنا بقينا عندنا نوع من انواع التعايش مع كورونا. اي مجلس اداره هيبص على طول الناحيه الماديه عنده، وخاصه ان الناحيه الماديه للعالم كله بقى فيها تاثير، بقى فيها تاثير، شيء طبيعي بياثر على الاجهزه دي كلها، والعدد مش قليل، صدقوني يا جماعه العدد مش قليل. والكوره دلوقتي ما بقتش مجرد نشاط زي زمان، الكوره بقت صناعه، بقت شغلانه مهمه، بقى الموضوع ما بقاش بسيط. انت لو حسبت كام مليون في مجال ده، انا بقول الكوره، مجال الرياضه، لا ده اعداد كبيره جدا يا جماعه، بقى حاجه مهمه. فالحمد لله بالنسبه للسنه دي انا شايف ان الحمد لله رب العالمين الموسم كويس جدا جدا لإنبي في كل الاتجاهات، سواء منتخبات الهدف الاساسي بتاعنا، سواء حتى منافسه على البطولات، احنا الحمد لله بننافس على كل البطولات، سواء حتى في تصعيد الفريق الاول. فالحمد لله السنه دي انا شايفه موسم ناجح جدا، عشان كده كان هممني قوي ان هو يستكمل وبالشكل اللي هو اللذيذ الحلو اللي كان بادي بيه الموسم ده. اكيد اراء مهمه للكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالاسماعيلي. انا شخصيا ما عنديش تعليق، ان احنا هنا كل حلقه بنقول الكلام ده، فيا ريت بقى المسؤولين هم اللي يستجيبوا. عايزين نروح بقى اخيرا لاكاديميات النادي الاهلي. كابتن عبد المنعم شطه رئيس اكاديميات النادي الاهلي، بينظموا دلوقتي في الاكاديميات الدوري الداخلي لجميع فروع اكاديميات النادي الاهلي، ده شيء جيد. البطوله بتنظم في مدينه نصر وفي الشيخ زايد، لكن الاحلى من كده بقى ان البطوله مقامه باسم السنه دي باسم اللاعب مؤمن زكريا، ده شيء جيد جدا. بالمناسبه مؤمن زكريا انا كلمته من حوالي 3 ايام، كنت ببارك له طبعا على برونزيه كاس العالم في كاس العالم للانديه، وما شاء الله لقيت صوته كده متفائل، صوته سعيد. يعني مؤمن زكريا ما شاء الله يعني في خطوات إيجابية ومهمة جدا في علاجه، فحتى كنت بتكلم معاه بقول لي يا رب إن شاء الله العشرة الأهلي ياخدها وانزل الملعب زي التاسعة، والسنة دي بقى ما شيلش الكاس، لا ده أنا عايز ألعب وأكون موجود في المباراة النهائية، وإحنا بنضم صوتنا لصوتك يا مؤمن، ونقول يا رب إن شاء الله ترجع مرة أخرى تمتع بصحة جيدة. نروح نشوف التقرير ده عن الدوري الداخلي لأكاديميات النادي الأهلي، وبعدها نروح لفاصل نستقبل ضيفنا نجم الكرة المصرية ونجم الدراويش كابتن سيد بازوك. الفترة الأخيرة دي مؤمن زكريا كان هو يعني أقرب الناس إلى أنه نقف معاه في محنته، لاعب قدير، لاعب مخلص للنادي، تواجد في فترات كثيره جدا مع
مع النادي الاهلي، قد تدفعه ان شاء الله يكون موجود معنا ان شاء الله في ختام هذا الدوري ويسلم الكاس للفايز، او يعني يكون له دور معنا في هذا الامر زي ما حصل في الدوري وحصل في بطوله افريقيا ومناسبات اخرى. فطبعا كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط الحقيقه كانت حريصه جدا على انه يتم هذا الامر، واتفقنا على اتفاق سريع مباشر بدون ان يكون هناك اي نوع من التردد. يمكن احنا الحمد لله عاملين دوري قوي جدا كرة قدم باسم كابتن مؤمن زكريا، حاجة كويسة جدا ان احنا نفتكر كابتن مؤمن زكريا، ودي حاجة بسيطة وحاجة قليلة ان احنا يعني نعملها لكابتن مؤمن زكريا، يعني اسم كبير ودا للنادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي. يمكن احنا عملنا الدوري ده على جزئين، الجزء الاولاني كان في مدينة نصر، نادي الاهلي مدينة نصر، كان عندنا برضو كان عمل فيدباك مع الناس كويس جدا، وعمل شكل كويس وسمع جامد جدا. ويمكن احنا الجزء الثاني هنا في شيخ زايد الحمد لله عندنا خمس افرع موجودين. ده حاجه عاملينها طبعا لكابتن مؤمن زكريا، طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. ده الهدف منه ان احنا كنا الاكاديميه عندنا دايما هدف ان احنا بنستثمر دايما لعيب ان ينضم لقطاع ناشئين، فقلنا عن طريق ان احنا قسمنا كل الفروع كلها، اشتغلنا عند 13 فرع عندنا قسمناهم لمجموعتين، على مجموعتين، مجموعه في مدينه نصر ومجموعه في الشيخ زايد. المجموعه اللي احنا دي كان المرحله الثانيه اللي في الشيخ زايد، شغالين ان شاء الله باذن الله على اربع مراحل سنيه 2011 و2010 و2009 و2008، وباذن الله معانا طبعا مدربين من قطاع الناشئين طبعا بيجوا يبصوا على من خلالنا برضو، من خلال اللجنه اللي فيها كابتن شطه وكابتن حماده وكابتن امير واللي عاوز كلمه انا معاهم في اللجنه لاختيار افضل لعيبه طبعا للانضمام لقطاع الناشئين. الهدف من اليوم اولا طبعا بيبقى لقاءات بين الولاد وبيبقى تعارف بين الفروع، زائد ان مدربي قطاع الناشئين يعني متواجدين في الملاعب بينتقوا افضل العناصر طبعا اللي ضمها لقطاع الناشئين. طبعا ده تجمع كويس، الناس اكيد هتستفاد منه كتير، واكتشاف مواهب جديده للقطاع، وحاجه كويسه يعني لقدام في السنه الاستثنائيه اللي احنا موجودين فيها دي في كورونا. يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا هنا في يوم رياضي جميل جدا، وفكره جميله جدا ان احنا بنقول حاجه كويسه قوي او بنعمل حاجه كويسه قوي. والمقصود من اليوم الرياضي الجميل دوت ان بنطلع او بنكتشف المواهب الموجوده على مستوى اكاديميات النادي الاهلي على مستوى محافظات مصر كلها، وده الهدف من اليوم الرياضي الجميل دوت. يعني فكره طبعا جميله وفكره ممتعه طبعا، ان احنا طبعا بنحيي كابتن مؤمن زكريا وكلنا بندعي له بالشفاء، ويا رب ان شاء الله كده يكون يوم جميل. شايفين اللعيبه كلها مستمتعه، اكاديميات ست اكاديميات متجمعه في يوم واحد، منافسه جميله بين اللعيبه وبين الفروع، فرصه للعيبه النهارده كل واحد يعلن عن نفسه ويثبت ان هو مستواه ممكن ان شاء الله ياهله ان هو ينتقل لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. احنا كل اللي بنتمناه ان احنا نصعد لعيبه من قطاع الاكاديميات الى قطاع البراعم في النادي الاهلي، ودي طبعا منظومه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها. احنا متعودين على النادي الاهلي اداره، حسن الاداره. دوري مؤمن زكريا ليه اكتر من هدف، الهدف الاولاني ان هو بيدي حافز للعيبه الاكاديميات لجميع الافرع طبعا بالثقه لخبراتهم من خلال اقامه المباريات الوديه. الحاجه الثانيه الكشف عن الموهوبين، وده الهدف الاساسي بالنسبه لمؤمن زكريا، لان هدف اي لعيب دلوقتي ملتحق باكاديميه النادي الاهلي ان هو يلتحق بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي طبعا. تمام، فدول الهدفين الرئيسيين بالنسبه للدوري مؤمن زكريا. لم يكن سيد عبد الرازق بازوكا لاعبا عاديا في تاريخ فريق الإسماعيلي، لكنه كان نجما مهما عزف على أنغام السمسمية الشهيرة في تلك المدينة الساحلية. ولد سيد أحمد عبد الرازق المشهور بسيد بازوكا في القنطرة شرق في الأول من يوليو من عام 1946، وانضم إلى النادي الإسماعيلي عام 1963،
لعب بازوكا أول مباراة مع الفريق الأول للدراويش أمام النادي المصري في موسم 65-66، وقاد النجم الكبير فريقه لحصد أول لقب دوري في الموسم التالي مباشرة، موسم 66-67. كما توج سيد بازوكا أيضا مع الدراويش ببطولة إفريقيا وأحرز في هذه البطولة 6 أهداف. حمل بازوكا شارة كابتن منتخب مصر في موسم 74-75 وأحرز 20 هدفا، وأطلق عليه نجيب المستكاوي لقب بازوكا لتسديداته القوية والتي تشبه المدفع بازوكا القصير والذي كان مشهورا وجديدا في ذلك الوقت. ولقصر قامة سيد شبهه نجيب المستكاوي بالمدفع بازوكا. بازوكا عازف الدراويش في ضيافة أسامة حسني ببرنامج الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. حلقتنا النهاردة مختلفة علشان ضيفنا مختلف. ضيفنا من اللعيبة اللي أسسوا الكرة الحلوة في الإسماعيلي، ليه تاريخ كبير في الكرة المصرية، ليه تاريخ كبير مع الدراويش، ومحدش أبدا يقدر يزايد على حبه الكبير لنادي الإسماعيلي ودايما آراءه مهمة. مشرفنا النهاردة كابتن سيد أحمد عبد الرازق الشهير بسيد بازوكا. منورنا كابتن سيد. أنا كابتن أسامة، أنا بهنيك على البرنامج، وأنت قوي زي لعبك بأمانة، يعني مش مجاملة. أنا كنت قاعد بستمتع وأنت بتقدم بتكلم على قطاع الناشئين، فما كنتش عاوز أخش عشان تكمل. ده أنا بشكرك يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. بشكر تشريفك لينا هنا في برنامج الأشبال. قول لنا بقى يعني كابتن سيد أحمد عبد الرازق، بازوكا جت منين؟ ما هو قال إن أنا كنت صغير في السن والحجم. وكنت قصير، انا ما طولتش غير لما اعتزلت. فكنت انا بشوط جامد، فالشبك زمان الشبك كان دباره مش زي دلوقتي معشه وكلام ده. فقطعت الشبكه مرتين فاطلق نجيب المسكاوي كابتن لطيف الله يرحمه الاثنين سيد بازوكا، على اساس انه في مدفع صغير بزوكا. كان بيصطاد دبابات وطيارات فسموه بازوكا، كان المدفع اسمه بازوكا. بازوكا كان الاستاذ نجيب المستكاوي ما شاء الله يعني دايما بيطلق اسماء على اللعيبه. هو عمل كل اسماء الانديه واللعيبه. عايز ابدا مع حضرتك كابتن سيد، ما شاء الله انت ليك يعني باع كبير في قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي، يعني كان اقرب موسم من سنتين. ما شاء الله كابتن سيد عمل بصمه كبيره خاصه في جيل 99 تاخدت البطوله وقتها من اقوى فريقين، كان الاهلي وانبي. وكمان طلعت لعيبه مميزه للفريق الاول، بتلعب دلوقتي مع الفريق الاول، هي نتاج قطاع الناشئين بتاع الكابتن سيد بازوكا. بس بيحرقوهم دلوقتي لان اللعيبه الموجودين عاوزين اي حد يشيلهم. انما اللعيبه اللي لسه طالعين هم اللي بيشيلوا الموجودين. لان اختيارات كانت غلط في التعاقدات مع اللعيبه، جابوا زوفه لعيبه. واللعيبه في ناس لا تصلح انها تلبس التيشيرت بتاع النادي الاسماعيلي. يعني انت كنت تتمنى ان اولادك مواليد 99 يحطوا في ظروف افضل، في ظروف احسن. ومش عاوز الجماهير تحكم عليهم من دلوقتي، احكم عليهم ربنا كرمنا، السنه الجايه احكم على اللعيبه دول هيعملوا ايه. تمام. ما شاء الله حازم مرسي، محمود البدري، محمود عبد الله، محمد عبد السميع، محمود بيومي، محمد عمار، الضرف دي كلها اسماء لعبت مع الاسماعيلي، ودي في ناس مواليد 2000. ده غير النادي مدي 8 اعارات لانديه ثانيه 97 المفروض يبقوا موجودين في النادي يلعبوا في النادي. وفي ناس موجوده اسامه في من ناس 97 موجودين في النادي مقيدين ما بيلعبوش. لو لعبوا احسن من اللي بيلعبوا. تمام. في ظل الارقام اللي احنا بنسمعها في الكوره دلوقتي في الفريق الاول وفي التعاقدات في الدوري الممتاز، ليه ما بقاش الاهتمام كبير، يعني مش هقول بالاسماعيلي بس، بالانديه الاخرى كمان بقطاعات الناشئين، انك انت النهارده يوم ما تتزنق تبص على قطاع الناشئين بتاعك تطلع مدافع، تطلع نص ملعب، وهيبقى ابنك وببلاش كمان. ما هو طالما بص انت قلت احسن حاجه، طالما السماسرة دخلوا الانديه هم اللي بيختاروا اللاعبين، وكل سمسار بيحب يختار. يعني الاسماعيلي كان مليان سماسرة، يعني سماسرة وكانوا مؤثرين، وهم اللي جابوا اللعيبه اللي موجودين دلوقتي. فهم كتروا اللعيبه دي، في لعيبه جم على الورق وما لعبوش. يعني في لعيبه عندنا جم على الورق وما لعبوش. فانت بتعمل احلال وتجديد، بتمشي احسن لعيبه عندك
وتجيب أسوأ لعيبة أنت بتجيبه. دي عشان العمولات. دي عشان العمولات. فهم اللي بوظوا النادي، هم اللي السماسرة بوظوا نادي الإسماعيلي. طب ليه الكشافين ما بقوش موجودين زي زمان؟ كان زمان تشوف الكشافين ينزلوا الصعيد وينزلوا وجه بحري وجه إبلي. يعني أنت قلت حاجة كويسة أسامة، يعني أنت لما بتحت عقودات واتنين سماسرة موجودين وأنت بتقول إن أنا أخد بطولة، وبعدين يأثروا على رئيس النادي يقول لك أنا عاوزك تبقى مستشار، فقلت له لا انا بشكرك، انا لبس الجلابيه غير يوم الجمعه راح اصلي بيها، اصل مستشار بتلبس جلابيه، فقلت له انا بشكرك انا ما لا. فتخيل انت لما السماسره ياثروا على رئيس النادي انه مشيك وانت عامل له حاجه كويسه، عامل له حاله كويسه، حاله كويسه، انت قوي مع الحكام، انت قوي مع الاتحاد، انت قوي مع الانديه، يعني انت بتروح الانديه تقول لهم او في اولياء الامور جايين يقول لك كاب سيد النادي مفتوح، اي حد يقول ما اسماعيليه النادي مفتوح. فانت ضيعت كل ده لانه السماسره لعبوا في ودنك وخلوك تعمل كده. ومشيت انت ده للاسف شديد مشوا لعبه كويسين، ده انت عندك 2003 كان هم دول مستقبل النادي. انت مشيت فيهم ناس كتار، مشيت فيهم احسن ثلاثه او احسن اربعه، وجبت ناس ما يلعبوش. 99 كنت انت مكسر بيهم الدنيا، 99 الرابع ولا الخامس. 2001 في الطراوه انت عندك ثلاث فرق بيلعبوا على النزول، الناشئين، عمرها ما حصلت في تاريخ نادي الاسماعيلي غير الايام دي. طبعا هو اللي كان دايما مميز نادي الاسماعيلي انه عنده قطاع ناشئين، ودي بتخليك قوي بينافس في كل المسابقات. المدربين الموجودين انت بتظلمهم. يعني انا كنت عامل يا كابتن اسامه، كنت عامل حاجه كويسه، انا كنت عامل 10 مدربين من ولاد النادي، لعيبه في النادي، هم مستقبل النادي للفريق الاول. بعد كده هم مستقبل النادي. هم دول مستقبل النادي. زي انت عندك كان حمص بيكلمني اول امبارح، قلت له حمص لازم تمسك فرقه صغيره، لازم تبقى مدرب وتبقى، لانك انت وحسن عبد ربه انتوا مستقبل النادي في التدريب. لانه خلاص النادي حرق المدربين، ولاد النادي اتحرقوا خلاص. ده بتشيل ده وتجيب ده وتمشي ده وتجيبه تاني وتمشي. فدول اتحرقوا، دول مستقبل النادي. جنب المدربين اللي احنا طلعناهم، خلوهم لما انا مشيت خلوهم مساعدين. يعني انت من فوق كده بتنزله كده، الولاد كلموني نمشي، قلت لهم اه تمشوا، ده نادي الاسماعيلي بيتكم طبعا. ده نادي الاسماعيلي، تمشيش عن حد، لانه الوضع السيء عمره ما بيوصل كتير. يعني بيجي له وقت ويمشي. طب انا عايز اخدك يعني النهارده عموما بقى في قطاعات الناشئين وفي الكره المصريه، يعني شفنا قرار بتاع 2003 و2006 ومسابقات الناشئين. احنا النهارده منتخب 2003 و2006 بيتجمع، بالرغم كده بنشوف مسابقات الناشئين بتتأجل لواحد أربعة وقريبة للإلغاء. شاف القرارات دي إزاي؟ لا لو اتلغى هيبقى أسوأ قرار اتاخد. أسوأ قرار. أمال إيه؟ إنك أنت هتقعد حوالي 7-8 شهور مش هتلعب. طب الناشئين دول لما لعيب صغير يقعد 7 شهور أو 6 شهور أو 8 شهور ما يلعبش، ما خلاص بيبقى طبعًا إنساه بقى. إنما أنت عامل بالعكس، ده الدكتور محمود سعد عامل قطاعات زي الكتب. أنا مسؤول عن 5 قطاعات. يعني أنا مسؤول عن 5 قطاعات، أنا مسؤول عن إسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، سينا. ما شاء الله. معانا 15 مدرب بيشتغلوا، يعني معانا مجموعة هم اللي بيختاروا. يعني أنا المنتخبات. هم اللي بيختاروا المنتخبات، مين يصلح ومين لا يصلح. بترشحوا بعد كده المدرب. بترشحهم وإحنا بنجمعهم، هم يجوا يقولوا في نادي أهلي فيه 3 لعيبة، أنا بروح أشوف ال3 لعيبة في نادي أهلي. وأقول لهم كويسين أو وحشين. في النادي الإسماعيلي نفس الحكاية، فأنت بتشوف اللعيبة. فكابتن محمود جابر هو مختار اللعيبة دول، مختار كتير عشان يشوفهم. يعني مسؤول عن منطقة الصناعية 5 مناطق، المصري وسينا والشرقية. الثلاثة إسماعيلية، السويس، بورسعيد، الشرقية، سينا. عن كل منتخبات الناشئين. كويس. وبيتم التواصل مع دكتور محمود سعد ولا مع كابتن محمود جابر؟ محمود لا محمود سعد هو الرئيس الفني. امال ايه؟ هو مدير فني الاتحاد كله. ف محمود سعد بنديله ونجيب المدربين ونقول له اللعيبه كذا وكذا دول كويسين وبياخدهم. كابتن سعد انت ليك خبرات كبيره واشتغلت في المجال بتاع قطاع الناشئين وطلعت لعيبه للفريق الاول بالاسماعيلي، ايه اللي ينقصنا عموما في الكره المصريه علشان نشوف دايما، يعني دايما الاهتمام للاسف بالقمه من فوق بس، لكن القاعده عندنا دايما مهمله. لانه كله بدا اسامه، كله بدا يعتمد على الشراء. الشراء يعني انت، انا اقول لك النادي الاهلي. انا دربت 13 نادي في الدرجه الاولى به. فانا كنت بستنى ايام الكابتن مصطفى الله يرحمه، مصطفى حسين، كل سنه عشان اشتري لعيب او 2.
وكان يدهمني ساعات جدعانه، النادي الاهلي كان بيدهمنا انا ساعات جدعانه. فانت دلوقتي النادي الاهلي بقيت تشتري، انت بتشتري الجاهز، انت عاوز الجاهز، ما بتستناش على الناشئين. كل انديه دلوقتي بتدور على الجاهز، او بمعنى صح المدربين الاجانب اللي بيجوا مش عاوزين غير اللعيبه الجاهزين، ما حدش عنده استعداد يتفرج على اللي تحت. المصريين اتعلموا منهم. يعني انا مبسوط، شوف انت المصري عامل حاله، جايب لعيبه مغمورين، عملها الاسماعيلي سنه 90، الكابتن شحته عملها سنه 90 وخد بطوله الدوري. ناس بس كان عنده قوام لعيبه من اشباء من ولاد نادي الاسماعيلي، لعيبه كبار هم سندوا اللعيبه المغمورين اللي جابوا، خد بيهم دوري. عندك المصري عامل نفسك، عندك المقصه لما مشوا كل اللعيبه، هاب جلال عامل حاله، يعني نادي اتحاد اسكندريه برضه بيعتمد على نص اولاده، يعني مش بيشتري حاجات. بدأ الانديه الجماهيريه، انتوا نادي الاهلي نفس الحكايه، يعني نادي الزمالك نفس الحكايه. يعني سيبك من اللي بتشتريتوهم الكبار دول، بس كله بيعتمد على نفس ولاده دلوقتي. طب انت شايف فكره الاعارات، يعني الحقيقه كنت بتتكلم عن اعارات نادي الاسماعيلي لاعبين ناشئين، النادي الاهلي برضو بيتبع نفس السياسه بقاله 3 سنين. اعارات اتحاد السكندري، المصري المقاصه، لسموحه. شايف الاعارات ازاي، خاصه ان ممكن اللعيب مشاركته قليله مع ناديه فيروح مكان تاني يشارك ياخد خبرات، ايه الحق انه يرجع مره هي ثانيه؟ هي الاعارات حاجه كويسه بس فيها عيب. الانديه بتشرط ان اللاعب ما يلعبوش ضد ناديهم. لا ما خلاص القرار ده اتلغى من السنه. ايوه ما انا لا ده يعني انا بقول لك كان الاول قبل كده. ايوه قبل كده. لا انت اديته اعاره، سيبه بقى يخبط وسيبه. بالعكس ده هم اللي يلعب قدامك كويس تضمن انه عمره ما هيسيب ماتش. يعني لما انت حد فرقه ثانيه تلعب ضده عمره ما هيسيب ماتش، هيبقى ولاؤه وانتمائه للنادي اللي بيلعب له، اللي بيلبس الشيرت بتاعه. يا ريت تفضل الحكايه دي بس 3 سنين كتير اعاره، يعني سنه او اتنين. لانه ويا ريت انا اتمنى الاعارات تكون درجه اولى به، اقوى دوري في الدنيا الدرجه الاولى به. يعني انت النهارده عايز تغير الفكره من الدوري الممتاز ده اولى به، يعني لحد ما عندك هتدي 4 5 6. لما يجي حد من اولى به ياخد اديله، وتجبر لعيبتك انهم يروحوا درجه اولى به، لان الكوره الحقيقيه واحتكاك حقيقي كويس. ليه يا اسامه؟ بتنام في فنادق اقل من الفريق الاول، ملاعب غير الملاعب اللي انت بتلعب عليها، اتوبيس غير اللي انت بتركبه، يعني بتركب مكيف ومش عارف ايه، تاني ما فيهوش ازاز، يعني عارف. تبقى دي بتخلي لعيب يبقى خلاص عنده صبر وعارف هيرايح فين، يعني النعمه اللي هو رايح لها من تحت لفوق يحافظ عليها. طب عايز اكلمك بقى في نقطه مهمه، وانت فتحت لنا القسم الثاني وعمليه الاعارات للقسم الثاني، كان ليك فكرة مهمة جدا، الفكرة دي من 23 سنة. دلوقتي الاتحاد الافريقي بيصيغ الفكرة دي من 3 4 سنين، وهي يعني صاحب الفكرة ومكتوب اسمه الكابتن سيد بازوك، منتخب الظل. وحضرتك مسكت منتخب الظل وعملت لعيبة واكتشفت لعيبة وبدأت. طب انا اقول لك 3 اسماء كابتن اسامة منتخب الظل. ايه رأيك في عبد الحميد مسيوني؟ لعيب كبير طبعا. عبد الحليم علي هداف كبير. ابو تريكة من الترسانة. دول كانوا معاك في اول ما قلت ابو تريكه بس. ابو تريكه بس نادي الاهلي خده. يعني انت يعني بس اقول لك 3 بس كفايه. غير بقى زوفه اللعيبه كله على الانديه المقاولين، كل الانديه خدت. كل الانديه خدت. فهو ده مشروع ما سموه، غيروا اسمه من الظل محليا للمحليين. رغم انه اللي صاحب الفضل اللي خلاني وساعدني ان نعمل منتخب الدكتور جنزوري. جنزوري هو ذاك الموافقه، وشال شال فيها اتحاد الكوره. لانه بقيت عافر. انا عملته مرتين. مره اعمله استمر بيه، وتاني سنه يجي واحد تاني يروح لاغيه الاضاءه. انت عارف يعني. وبعدين بقى عملت مسكت الدرجه، مسكت الفريق التاني. نادي الاهلي خد منهم 2، خد احمد صديق. وخد احمد بتاع الاولمبي اسمه احمد ايه، احمد عبد الله، احمد عادل. الاثنين دول، واحد من الصعيد واحد من الاولمبي. درجه اولى به. والنادي لسه بيلعب دلوقتي، علي فرج لسه بيلعب في طنطا تقريبا. وكان في عبد السلام نجاح كان في الحدود. ما اعرفش كده، كان لعيب هايل. في كمال علي كان من السويس. السويس طبعا، دي كلها لعيبه انت اكتشفتها. وعندك الهامي والهاني سليمان. لا ده الفريق الثاني. والهاني سليمان من الفريق الثاني. وعندك كان لا ناس كتير، يعني الواحد نسي الاسماء. بس اتمنى انها تتعمل دلوقتي، واتمنى ان الاتحاد المصري ما يرفضش انه يشترك بالمحليين. مش شرط البطوله. انت بتعمل منتخب ثاني. يعني الكابتن حسن شحاته خد 5
من المنتخب الثاني جربهم جربهم فانت ليه الفكره دي؟ هات اي مدربين يمسكهم، مش شرط صاحب الفكره ان هو يمسك، بس هات اي مدربين يمسكهم ما تلغيهاش. تمام. وانت بتتكلم عن منتخب الظل، عايز اخد بقى شهاده منك، شهاده للتاريخ، دور النادي الاهلي وقت ما انت كنت متولي منتخب الظل او منتخب المحليين، وازاي النادي الاهلي وقف جنب منتخب مصر ووقف جنب الكابتن سيد بازوكا نجم الاسماعيلي. عايز اسمع ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا صراحه مستمتع بالحوار مع الكابتن سيد بازوكا، وكان قبل الفاصل بقى عايزين ناخد منه شهاده للتاريخ ودور النادي الاهلي، علشان الناس اللي دايما بتلعب على العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي او الاهلي ونجوم الاسماعيلي. كابتن سيد بازوكا كان المدير الفني لمنتخب الظل، هنسمع منه بقى موقف النادي الاهلي معاه مع منتخب المحليين وقتها او منتخب الظل ومع الكابتن سيد بازوكا، وازاي النادي الاهلي ساعد منتخب المحليين. لا هو هو مهما نقول يعني شهادتنا هتبقى مجروحه لنادي الاهلي بامانه. انا لما جيت العب تركيا وتونس وسوريا وفلسطين، كنت منتخبات يعني ماتشات دوليه، فروحت اجيب ملعب المقاولين العرب. انا مستشار، كنت مستشار لمجلس اداره نادي المقاولين العرب، وانا من مؤسسين المقاولين العرب، حتى انا رقم عضويتي 11 في نادي المقاولين العرب. فلما رحت اخد الملعب قالوا لي يا كاب سيد احنا بنأجر ملعب ب 50,000 جنيه عشان خاطرك في المباراه. 50,000 جنيه عشان خاطرك هندولك ب 25,000 عشان انت ما بتدفعش. فانا جيت قابلت النادي الاهلي، انا قابلت المسؤولين طبعا ربنا يكرمهم، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، قالوا لي عاوز ايه؟ قلت لهم لعبت تركيا في نادي الجزيره بدون مقابل، ولعبت ثلاث ماتشات في مدينه نصر بدون مقابل، بالعكس ضيافه وحكام. وجيت انا لما اتفقت على ماتش تركيا، جيت لقيت البرنامج بتاع الاعلام، كاميرات وميكروفونات، اللي هو مؤتمر صحفي بعد الماتش. لقيت حاجه جميله، وحاجه انا قلت الكلام ده قبل كده، وقلت حاجات قبل كده. الناس اللي بيقولوا النادي الاهلي رفض انه يستضيفنا في العدوان، لا ما حصلتش وقت التهجير. نادي الاهلي لم ولم يرفض، بالعكس نادي الاهلي انا لعبت معاهم سنه هنا، بالعكس كاني حتى في نادي الاسماعيلي، العلاقه بيننا كويسه. ولسه على ابو جريشه اول امبارح او اول او امبارح الراجل قال كلمه حق في عهد النادي الاهلي، قال لك الكابتن خطيب قال لي خد اللي انت عاوزه وبدون مقابل. يعني طب انت عاوز اكتر من كده ايه يعني؟ ما هو للاسف يعني ناس بتصدر دايما للاجيال اللي جايه والاجيال السابقه ان دايما في مسافه كبيره او في جاب بين الاهلي وبين الاسماعيلي، او بين الاهلي وجماهير الاسماعيلي، او بين الاهلي ومسؤول الاسماعيلي. يعني دي شهاده للتاريخ من نجم كبير الكابتن سيد بازوكا انه يقول الكلام ده في حق النادي الاهلي وقت التهجير، وقت ما كان هو متولي منتخب المحليين ومسانده النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي وهو مدير فني المحليين، وايضا استقبال النادي الاهلي لتدريبات نادي الاسماعيلي في الجزيره، يعني استقبلوهم كانهم في بيتهم بالظبط. ودي شهاده للتاريخ يعني بنعتز بها من نجم كبير زي الكابتن سيد بازوكا. كابتن سيد، يعني وانا بتكلم عن منتخب المحليين، النقطه اللي حضرتك يعني كنت صاحب الفكره فيها، هل من الممكن دلوقتي الجهاز الفني المنتخب الاول، خاصه ان احنا النهارده يعني لو عدينا وقت الشغل بتاعه هتلاقي لا يتجاوز الشهر على مدار السنه، هل ممكن يضاف لعمل الجهاز الفني المنتخب الاول اللي ممكن يبقى يقود منتخب المحليين؟ يقوده بس يبقى معاه مساعدين يعني، على الاقل يبقى معاه اربع مساعدين على الاقل، واحد منطقه القناه، واحد الصعيد، واحد الدلتا، يعني واحد سينا والحتت دي، لان اللعيبه المغمورين كتير كتير كتير. يعني لما بنعمل فترات اختبارات للناشئين بيجي لك اتوبيسات، لما بنعمل في الاسماعيلي بيجي لك اتوبيسات جايبين ولاد صغيرين والثمان سنين وعشر سنين بيجيب لك جميع المراحل السنيه. لما بتروح النهارده كل الانديه مصر بدات تعمل اكاديميات في البلاد دي. انا جايب ل 2003 وانا ماسك قطاع الناشئين، جاب احسن ثلاث لعيبه موجودين في 2003 جابهم من اكاديميه. يعني الاكاديميات فعلا بتفرغ فيها، بتفرغ. امال ايه؟ وحاجه جميله، سامع كنت بتقول انكم عاملين دوري داخلي في النادي الاهلي ليهم، يعني حاجه جميله بجد. فاكر الهدف ده؟ ده في ماتش، ده كنا بنلعب، ده كان في السعوديه، كان في السعوديه. ده بدايتك مع الكره كانت في الاسماعيلي؟ انا ما رحتش غير الاسماعيلي، الاسماعيلي وبطلت في الاسماعيلي. مين اللي اكتشفك؟
الكابتن سيد شارلي. سيد شارلي. شارلي وكان معاه أحمد أبو زيد. أو ما أحمد أبو زيد كان معاه إبراهيم أبو زيد. بس اللي خدني من الأنطرة مدرس في إسماعيلية. أنت عارف الأنطرة بتبعد عن إسماعيلية 26 كيلو. فبتروح يوميا. ففي مدرس قال لي تروح الإسماعيلي. قلت له أروح الإسماعيلي. فروحت الإسماعيلي وما خرجتش من الإسماعيلي. قضيت حياتك كلها في الإسماعيلي. كل حياتي في الإسماعيلي. ما شاء الله الجيل بتاعك دايما لما بنتكلم عن الأجيال الحلوة في الإسماعيلي أول جيل يتذكر. جيل اللي أسس الكرة الحلوة. لا اللي أسسها مش إحنا. اللي أسسها رضا وشحتة والعرب وأمير والسربوش والسقة وميمي درويش. دول اللي أسسوا النادي ودول اللي طلعوا النادي من الدرجة الثانية. حتى أنا بيسألوني لا قدر الله بيسألوني بيقول لي لو النادي الإسماعيلي نزل قلت لهم الأموات ما بيصحوش عشان يطلعوا النادي تاني. دول اللي هم مؤسسين. احنا كملنا بعدهم. يعني انا لحقت دول. انا لحقتهم في بطوله الدوري. بطوله الدوري. دوري 65 66. وبعد كده جاء جيل تاني لعب معانا افريقيا. وبعد كده جاء جيل تالت. انا حضرت تالت اجيال في النادي. تمام. واول بطوله افريقيه؟ اول افريقيه سنه 70 انجلبير. الانجلبير. احرزت انت هدف في المباراه دي؟ لا انا جايب 6 اهداف في البطوله. انا حاجز الماتش الاخير ده. النهايه انا جاب هدفين البنالتي والفاول. والكابتن علي ابو جريشه جاب اول جول. ما شاء الله جيل يعني دايما الاجيال الحلوه. جيل من الاجيال الممتعه في بس اسامة انا عاوز اقول لك انا كنت بلعب وينج. ما كانش في دماغي ان انا ابقى هداف. يعني لو انا حطيت دماغي ان انا ابقى هداف انا كنت بقيت هداف الدوري كذا سنه. انما انا ما كنتش في دماغي ان انا اهدف. انا كان بس اهدافي بالفاولات. وان تو انفراد بس. انما ما كنتش حاطط في دماغي. انا يمكن جبت 6 اهداف في حياتي بدماغي. لو انتوا كمان من الجيل اللي اسستوا الكره الحلوه وكمان يعني دايما هنقول الكره الحلوه اهلي زمالك اسماعيلي هو ده الضلع طبعا مع الانديه الجماهيريه. انا هقول لك انت قلت انت قلت 3 انديه. انا هقول لك لعبت انا مره انا كنا بنلعب نادي الاهلي. كان في نادي الجزيره. فانا رحت وانجليف. فرحت الكابتن طارق سليم. قال لي روحنا الثانيه. قلت له حاضر. يعني كنت لعب عنده ناحيه الناحيه دي. بعدين رحت راح وانجرايت. فكان ابو غيده. فبعمل قال له انا هلعب لطلعك المدرج. قلت له حاضر. يعني وانت تسمع لما اقول لك بقى لما اقول لك طارق سليم وسعيد ابو النور وعزه ابو الروس وميمي عبد الحميد خدت بالك وتقول يعني ابو غيده وتقول الشيخ طه وتقول الشربيني اسماء وتقول كاب صالح اسماء تخوف. العلاقه كانت حلوه. طبعا كنا في المنتخب كلنا اخوات. احنا في المنتخب كلنا اخوات. يعني هقول لك رضا الله يرحمه يعني كان كل اصحابه من نادي الاهلي فناجيلي وكاب صالح سليم كانوا اصحابه. طب منين جت العلاقه الناس قعدت تلعب عليها دي والعداوه والكلام لا والله بص اللي انا ما بين بص منين جه الكلام احنا عندنا ناس وانت بتقول لنا زمان وبتقول لنا عندنا الأهل ناس عندنا ناس عندنا ناس اسماعيليه عاقلين جدا. وفي اولاد صغيرين انت عارف الفيسبوك دلوقتي بوظ الدنيا. طبعا اي حد بيكتب خبر تلاقي 2 3 بيعلقوا اللي يشتم اللي يشكر. لا بس انما العلاقه كويسه بالعكس. انت عارف العلاقه تبقى احسن لو الاهلي جاب لي الماتش اللي جاي في الدوري ده اللي جاي ده اللي معاه في اسكندريه يجي يلعبوا في اسماعيليه. لا ودايما الاهلي ما بيلعب في اسماعيليه والله العظيم يا ريت لو يجي يلعبوا في اسماعيليه ودايما مباريات الاهلي والاسماعيلي مباريات حلوه. يا بطوله. ما كل البطولات الاسماعيلي خدها بياخدها مع نادي الاهلي بنادي الاهلي شيكو. يعني الاسماعيلي واهلي 9 مرات نهائي. اسماعيلي واهلي. او 6 مباريات او 7 مباريات تقريبا. 7 نهائيات اسماعيلي واهلي. ومعاهم في ماتشات الزمالك بس بطولات الاسماعيلي بيبقى النهائي اهلي. يعني كان 67 كان نهائي اهلي كان في اسماعيليه. كان حتى عصام عبد المنعم كان الحارس وكان الشربيني طه اسماعيل والشربيني وكان كله ما فيش واحد اتلمس يا اسامه. يعني بتشوف الماتش الجماهير الملعب بيشيل 65,000 في يجي 30,000 في التراك يعني قاعدين تحت تحت ما حدش اتلمس. اسالوا الشيخ طه وعايش ربنا يديله الصحه ما حدش لمسهم. سنه 90 النهائي اهلي. 2002 النهائي اهلي. يعني النهائيات كلها حتى كاس النهائي كان اهلي. كاس كان اهلي وزمالك. فكل البطولات انت الضلع الثالث لاهلي والزمالك طبعا ده ضلع اساسي. ان شاء الله ربنا هيكرمنا نخرج من الكبوه اللي احنا فيها ان شاء الله وهنرجع تاني باذن الله تعالى. شفت ازاي زياره الكابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان للنادي الاهلي واستقبال الكابتن محمود الخطيب ليهم وكان معاهم المهندس احمد عثمان والمهندس احمد عثمان ومدحت الورداني.
طبعا النادي ما هو بس احنا كلنا اصحاب. انا قبلها بيوم انا قلت مستعد اروح واكلم الكابتن خطيب وهجيب اللعيبه بالاسماء وبدون مقابل كده. برضه نفس الكلام اتقال لي على ابو جريشة يعني كابتن محمود خطيب قال لي علي خد اللي انت عاوزه وخلاص يعني فعاوز انت اكتر من كده وده جميل عمرنا ما هننساه بامانه يعني انك انت لما بتحتاج في الوقت اللي انت في الشده فيها محتاج اي حد يطبطب عليك حتى لو ما اديتنيش انت محتاج حد يقول لك اي حاجه لانه نادي الاسماعيلي لو نزل مش عمرنا ما نشوف الصعود بس استحالة. ان شاء الله مش هننزل باذن الله وانا بقول لك الاستحاله ما احنا استحاله ننزل ما انا بقول لك يعني بس ما شاء الله دلوقتي هو الاسماعيلي بيكسب في الشوط الاول لكن دايما الشوط الثاني بيحصل بدا يلعب كوره دلوقتي يعني مباراه الزمالك لعب مباراه كبيره والمباراه اللي بس انا برضو من خلالك انا قلتها اول امبارح في قناه تن من خلالك بقول لازم مدرب يبقى مع مدرب عارف اللعيبه يبقى مع المدرب مدرب الصربي مش وحش عندك ثلاثه عندك عماد سليمان بدل ما يلبس بدله يبقى مع الراجل ده لو بيحب النادي وعايز يخدم النادي عندك خالد القماش وعندك اشرف خضر عندك واحد من الثلاثه اختار ان شاء الله هتختار اثنين هيساعدوا الراجل لان الراجل لسه ما يعرفش اللعيبه كلهم واحنا مش في حقل تجارب ان الراجل هيلعب فلان وعلان احنا يعني في عرضه نقطه ليك تصريح يعني من التصريحات الحلوه ودايما الكابتن سيد دايما بيطلع بتصريحات حلوه بيقول لعيبه الاهلي بيرضعوهم بطولات طب ما دي حقيقه يعني انت يعني بس اقول لك حاجه لما بنون اسمه بنون بدر بنون يعني لما يجي يسلم على الاهلي ياخد ثلاث بطولات يعني واحد من خمس ايام خسران بطوله صح يجي بعدها بخمس ايام يشيل بطوله بعدها باسبوع يعني يقول لي يشيل بطوله الراجل الخواجه ميسي ده ولا موسيماني يعني يقول لي لما ياخد ثلاث بطولات في شهر او شهر نص يعني طب ايه يعني لما تقول اهلي اخد 42 بطوله دوري يعني برضعهم ايه يعني ما دي حقيقه دي حقيقه والله دي مش مجامله دي حقيقه لما تاخد 42 بطوله دوري طب عاوز ايه يعني ده سيبك من الكاس لما تاخد تسع بطولات افريقيا وان شاء الله العشرة الجايه تاخدوها باذن الله ان شاء الله ويبقى النهائي بينكم وبين الزمالك قول لي يعني طب هتقول ايه يا اسامه شفت مشاركه الاهلي ازاي في كاس العالم للانديه المرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي في 2006 المركز الثالث وبرونزيه كأس العالم للأندية وفي 2020 برونزيه كأس العالم للأندية طب أنا هقول لك أنت يعني لما نادي تبقى من في سبع لما تبقى من أقوى هم كانوا سبع فرق ولا ست فرق؟ حوالي ست فرق كان لما تبقى من أقوى من الناس دي وتحقد بطولة تاخد ميدالية أنت عاوز إيه؟ يعني نسيبك من الماتش ان اقول لك خاف يلعب بايرن ميونخ خاف مش عارف ايه انا في الاخر انا خدت ايه انا في الاخر مش خدت بطوله طبعا وتوجت ان انا ثالث العالم في الانديه انا عاوز ايه لما اخدها مرتين ما دي بطولات بتتحسب لي انا ما باخدش بص انا في نادي الاسماعيلي عاوزك يا رب ما نشوف الكوره لون هي بس نكسب ناخد بس لما نوصل 40 بونت ولا حاجه بعد كده العب بقى الفن اللي انت خدت بطوله انت اخد ميداليه هو انت بعامل ايه متاخر وبعدين انت في الاخر ماسك كسبان فرقه الفريق البرازيلي وانت عارف البرازيل هي منبع الكوره وانت بتلعب معاه ضربات جزاء رغم هم مولودين لضربات الجزاء طب والدحيل كمان انت بتلعب فريق على ملعبه وملعبه والشاحنه بتاعته وبعدين السمعه بتاعت نادي الاهلي خلت للدحيل ده يعني نازل مش رامي الفوطه يعني نازل بيترعش يعني هو ما صدقش لما الحكم صفر فانت عاوز ايه يعني ما سيبك من اللي بيتكلم انا اخد ميداليه انت الجدع يجي ياخد ميداليه الهدف اللي انت عايزه اللي انا عاوزه انا بخطط لايه مش هلعب كاس عالم انديه مش هاخد بطوله افريقيا مش هاخد دوري عام انا بحقق كل الحاجات دي انا عاوز ايه هيقول لي انت لعبت وحش يا سيدي انا وحش بس خدت بطوله التاريخ ما بيذكرش انا لعبت وحش ولا امال ايه بقول البطولات ما انا بقول لك انا مش انا انت بتقول لي دلوقتي بتردعهم بقول لك اخد 42 بطوله عاوز تقول ايه يعني يعني هتقول بيضربوهم انا مستمتع بالحوار معاك يا كابتن سيد بس اسمحك نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع ضيفي كابتن سيد بازوكا اهلا بحضراتكم من جديد يعني انا مستمتع بالحوار مع ضيفي كابتن سيد بازوكا الحوار معاه ممتع جدا كابتن سيد يعني ما شاء الله نادي الاسماعيلي اول نادي مصري يحصل على بطوله افريقيا سنه 70 الفرق دلوقتي بين بطولات افريقيا في الوقت الحالي وما بين زمان سنه 70
الاول كان الاحتراف محدود للانديه يعني كله كان كل انديه كل نادي في 7-8 في المنتخبات يعني الانجلبير ده اللي هو مازيمبي دلوقتي كان ال11 في المنتخبات ال11 يعني زمان البطولات كانت اقوى من دلوقتي اقوى دلوقتي لغايه 95 لغايه 2000 فتحوا باب الاحتراف لما فتح بقى الاحتراف بقى كله بيمشي فالانديه فضت انما دلوقتي افريقيا رجعت دلوقتي زي الاول افريقيا دلوقتي ده ماتش في السعوديه ده بعد ما خدنا البطوله فروحنا عايزين نوريك صور كده ونسترجع معاك الذكريات القديمه وتقول لنا ماشي. عندك الصور يا دكروري طيب انزل لنا بالصور عايزين نفكر الكابتن سيد بازوكا كده ويعلق لنا على صور قديمه لعيبه الدراويش طيب هيرجع لنا دلوقتي هيجهز ماشي. الصور كابتن سيد مين اللعيب اللي انت طيب هو عرض لنا الصور ده الجيل الذهبي احنا في الامارات دي دي في الامارات شايف كويس ولا انا اقول لك الصوره اللي هنا لا ده حسن مبارك وانا وابو ليلى وانوس تقريبا انوس طيب ورونا الصور عايزين نسترجع مع الكابتن سيد الذكريات الحلوه ده الزمن الجميل ده الاسماعيلي ده الاسماعيلي بتاع رضا الله يرحمه بعد ما مات رضا الصوره دي ده العرب اللي على اليمين والكابتن هناك شايف الجماهير كانت قريبه من الملعب ما هو زي ما انت بتقول ما فيش يعني لا واقف على الخط بتاع وكابتن الملعب. اسامه اسال لعيبه نادي الاهلي ما حدش اتلمس فيهم بص يا كابتن يعني هنا ده الفرقه اللي خدت بطوله افريقيا دي سنة 70 انا اقولها لك اللي واقفين على اليمين ده سيد حامد الله يرحمه امير الله يرحمه انا على ابو جريشه النوس مصطفى درويش السقا ميمي درويش حسن مختار الله يرحمه امين ابراهيم حود الله يرحمه فيهم يجي 6 أموات الله يرحمه ده كان الاسماعيلي كان المهندس عثمان احمد عثمان كان عازم كل الناس خدت بالك وده اميره ده عبد العزيز بص من جنبه من النضاره ده ده عبد العزيز مصطفى ده اميره انا فايز الزمر الله يرحمه مصطفى درويش ورا سيد مصطفى دي الصوره دي الاسماعيلي ده بعد 70 دي تقريبا في اتحاد اسكندريه في ماتش اتحاد اسكندريه في ملعب استاد اسكندريه وده برضه ده في التمرين ده واحنا بنتمرن شوف الارض عامله ازاي وشوف كان زمان الامكانيات قليله جدا والمواهب عاليه جدا انت اسامه وانت بتلعب ده اسامه خليل لما تيجي تلعب ضد واحد انا كل ما العب ضد باك وفي تراب فاروح غامز رجلي في التراب كده اطلع له اشعه دي صوره بقى امير الله يرحمه وانا وزكي عبد الرحمن وعرب جريشه شوقي حسين كنا خدناه ابراهيم الخليل كنا خدناه ده الاسماعيلي اللي خد بطوله لا الاسماعيلي ده الاسماعيلي قبل بطوله افريقيا دي قبل بطوله افريقيا حسن درويش والسناري دي صوره وانا ناشئ دي صوره برضو كنا في الدول العربيه تقريبا دي مجله الكواكب طبعا مجله الشهيره دي في ماتش الزمالك والاسماعيلي كان في ماتش من المانيا فرقه من المانيا كسبناهم 1-0 انا اللي جبت الجول ده عم ابراهيم الهجان الله يرحمه ويحسن ليه يا رب وانا وكبس صلاح ابو ريشه الله يرحمه شياكه من يوم ما كنت سايق لا غلبان والله غلبان والله الشياكه ده بطولة الدوري العام دي صورة بطولة الدوري العام ده حودة مصطفى درويش ريعه دي صورة مع الملك فيصل الله يرحمه أنا تحته كابتن لطيف جنبه المهندس عثمان جنبه ده كانت في السعودية كان في السعودية اللي قاعدين تحت نص السيد أبو أمين أبو ليلى في ناس حودة أنا حسن مبارك حسن درويش الله يرحمه أبو العز كنا أخدينه معانا كابتن صلاح أبو جريشة مين كان اكتر لعيب في جيلك كابتن سيد كان قريب منك في لعيبه النادي الاسماعيلي والله كل اللعيبه اسامه كان كلهم قريبين ليا لان تعرف احنا كنا اسره واحده يعني ما كناش بنروح كنا قاعدين ما كناش بنروح دي ماتش الاجبال دي من ماتشات الاجبال دي صور جميله رجعتني 100 سنه ورا لا ربنا يديك الصحه انت لسه شبابك والله رجعتني 40 سنه 42 سنه ما ده بس يعني علشان كمان اللعيبه اللي بتلعب في الاسماعيلي تعرف ان بتلعب في نادي تاريخه كبير في نجوم كبار حقق بطولات كبيره نادي الاسماعيلي اول نادي حقق بطوله افريقيه سنه 70 لو عندنا اسامه عندنا جماهير عظيمه انا زعلان يعني احنا خسرنا
ماتش الزمالك وامبي يعني ماتش الزمالك خسرنا امبي تعادل احنا كنا كويسين كنا الاحق جماهير الاسماعيلي راحت التمرين لفرقتنا قبل ماتش امبي شجعوهم تشجيع خرافي وباسم كل واحد شجعوه باسمه المفروض ننزل بقى الماتش ام بي ناخد 3 بونت يوقفونا على رجلينا انما تحس ان اللعيبه التيشيرت تقيل عليهم هم كده ده مستواهم عشان ما ظلمهمش انما في لعيبه حرام تلبس تيشيرت النادي ممكن يكون لعيبه لسه صغيره محتاجه لا اللعيبه انا بتكلم الفتره اللعبة. نفسها فتره صعبه لا اللي من بره يعني مش قد المسؤوليه يعني انا متهيألي لو لعب حد من ولاد النادي عندنا في 97 موجودين هيبقى احسن من دول لا ان شاء الله بتكاتف الجميع ان شاء الله ان شاء الله باذن يقدر الاسماعيلي يعود لامجاد اخيرا كابتن سيد عايز بقى منك نصيحه واحنا برنامجنا هنا برنامج الاشبال نصيحه منك لكل الاشبال الموجوده في قطاعات الناشئين في مصر والله نصيحتي للاشبال حب التيشيرت اللي انت لابسه هتوصل زي ما انت عاوز لو حبيت التيشيرت وكنت ولائك وانتمائك للفانيلا اللي انت لابسها تبقى لعيب كويس حط في دماغك انك توصل مع ناديك ما تحطش بدماغك الاحتراف الخارجي استنى دورك هيجي وهتلعب بس طول ما انت عندك ولاء وانتماء للنادي اللي بتلعب له هتوصل ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا كابتن سيد ربنا يخليك يا كابتن اسامه واستمتعت بالحوار معاك ربنا يخليك يا كابتن اسامه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده نجم الاسماعيلي ونجم الدراويش كابتن سيد بازوكا اللي النهارده في حلقتنا قال شهادات للتاريخ شهاده للتاريخ هتفضل يعني عالقة دايما في أذهان الناس اللي حاولت دايما تلعب على العلاقة ما بين الأهلي والإسماعيلي واحد من نجوم الدراويش هو اللي شهد بنفسه على موضوع التهجير على مساعدة النادي الأهلي وهو كان متولي منتخب المحلين أو منتخب الظل وقتها وزي ما بقول لحضراتكم دي شهادة هتفضل للتاريخ بكده وصلنا لنهاية حلقتنا نشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال